هنعمل عزيزية. العزيزية دي هي بتبقى مكرونة اسباكيتي. اوريكي شكلها. المكرونة اسباكيتي اللي احنا بنطبخها العادية بتبقى مسلوقة قوي، مسلوقة ولازم تبقى باردة، يعني تسلقيها وقبل ما تحط عليها اي حاجة لازم تبقى باردة. هي دلوقتي سخنة فانا سايباها تبرد. مكرونة اسباكيتي، يا ريت يا استاذ مصطفى تنزل لنا المقادير بتاعتها. هي ربع كيلو مكرونة اسباكيتي، نص كيلو لبن، 4 معالق نشا، كوباية سكر، فانيليا، 4 بيضات، زبيب، وجوز هند للتزيين. بس احنا دايما بنشوفها، يعني في كتير ما يعرفش اسمها. لما بروح كده عند الحلواني نجيب حلويات الشرقية دي بتلاقي عاملة زي المهلبية كده، بتتقطع مربعات زي المهلبية مع الحلويات. هي دي العزيزية، سهلة خالص ومفيهاش اي حاجة. المقادير موجودة قدامكم اهي. المكرونة لازم تكون مسلوقة قوي وبميتها، يعني ما يكونش تسيبيها تشرب ميتها زي ما انتوا شايفين كده، وتكون باردة لان هنحط بيض ولبن. لو حطينا البيض واللبن عليها وهي سخنة في الخلاط البيض هيستوي واللبن ممكن يقطع، فلازم تسلقيها وتسيبيها تبرد خالص، لازم تبقى باردة، هي لسه سخنة. هنيجي بقى للعزيزية. المكرونة بردت، هي مكرونة اسباكيتي بتسلقيها قوي غير اللي احنا بنعملها بالصلصة او بالطماطم، بتسيبيها تستوي قوي وتسيبيها في شوية المية بتوعها لحد لما تشربهم، في شوية المية المنشيين بتوعها لحد لما تشربهم. هنجيب بقى الخلاط، كل المكونات دي على قلب بعضها في الخلاط، بس المكرونة تبقى باردة لان لو سخنة البيض هيستوي واللبن ممكن يقطع. يا فرح. الو الو، الله صوتك حلو، ازيك يا فرح؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ تمام يا فروحة. الشيخ عبد الله هيقول لك حكاية حلوة النهاردة. انا بحبك قوي يا ست غالي. وانا كمان بحبك قوي يا فرح. انت في سنة كام؟ انا في تانية اعدادي. ما شاء الله، في تانية اعدادي؟ صوتك جميل وحلو قوي، ربنا يخليكي. تعرفي انا اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضلي. ماما لما بتبقى زهقانه تقول لي شغلي لي الست غاليه، انا اعصابي بترتاح لما بتفرج عليها. يا اختي ربنا يريح قلبك وقلب امك، قولي امين امين. طب غني قولي لي حاجه حلوه في صوتك الجميل ده بقى يا فرح. ازاي؟ يعني اغنية حلوة كده. معلش والله مش بعرف. خلاص احفظي حاجة عشان الحلقة الجاية تقوليها لي. ماشي، انا متابعة كل حلقات. ماشي يا قمر. ماشي، مع السلامة. وخشي كمان على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وشوفي كل حلقاتنا. داخلة والله ومسكة حضرتك ومنزلة صور لحضرتك على الفيس بتاعي. ربنا يكبر بخاطرك يا قمر. ماشي يا ستي. شرفتينا. سلامتك. مع ألف سلامة. البنت الجميلة أم صوت حلو دي سيبولي نمرتها عشان أستضيفها معايا هنا، تكون حفظت أغنية حلوة وأعمل لها أكلة جميلة وتيجي تغنيلي بقى. هنحط الفانيليا والسكر والنشا، 4 معالق نشا، الفانيليا والسكر والنشا والمكرونه واللبن. مش هنسيب بره غير جوز الهند والزبيب، هنحطهم في الاخر. وهنحط البيض، هنحط البيض كمان بس وهو بيتضرب في الخلاط. هسيب بس قبل ما اعمل بقى اي حاجه، هدخل ضيفتنا النهارده وبعد كده هكمل لكم العزيزيه، عشان هي برضو اكلها شكله هياخد وقت وهيطلع حلو قوي قوي، وعلى رايها اكله شهيه. اتفضلي. اهلا وسهلا. مساء الخير عليكم. ان شاء الله تسلمي، منورانا. الله يسعدك يا رب، نورك يا حبيبتي انا بوجودك. الله يخليك. أهل الله يسعدك يا رب. اهل الاردن حبايبنا. حبيبتي الله يسعدك، واهل الاردن بحبوكي موتوا عليكي. ربنا يخليكي. الله يسعدك. ان انت اتولدتي في السعوديه واتجوزتي وعشتي في الاردن؟ عشت في الاردن فتره. ودرستي في مصر؟ ايوه. جوزي مصري، انا بابايا اردني فلسطيني اصلا. ومامتي مصريه،
وعشت طبعا فتره بالسعوديه، لي الولد بالسعوديه قعدت فتره الدراسه، وبعدها نزلت بقى على الاردن كملت دراسه هناك، وبعدين رجعت هون زياره لاهلي يعني لخوالي وكده، وتجوزت هون. يعني انت يا اختي كده كلك على بعضك جمعت الدول العربيه. هذا بشرفني، بشرفني يعني انه عن جد يعني انه السعوديه والاردن ومصر يعني احلى ايام حياتي واحلى سنين حياتي عن جد. يعني بكل مكان في قصه وفي في مرحله هيك عشتها، ومع اهلي في ذكريات كثير حلوه. اهلا بيك النهارده حبيبتي، الله يسعدك. انت النهارده نورتينا، وعلى حظي الحلو ان انت من الاردن والشريف عبد الله السعوديه. والله لنا الشرف. اهلا وسهلا بي، اهلا وسهلا بي الشريف عبد الله. الله يخليك، وانا من بحيي كل المدن اللي في الاردن. حبيبتي الله يسعدك، والله بالاردن بحبوكي كثير، بحبوكي. الله يخليك، تحياتي لعمان والزرقاء وكل حبايبنا هنا. الله يسعدك يا رب، الله يخليك. والعقبه برضه كلك ذوق، والله كلك ذوق يا حبيبتي. الله يخليك، الله يسعد لي اياكي. قولي لي بقى انت هتعملي ايه؟ الاكله بتاعتك ممكن تشرحها لنا؟ بدي احكي مسخن اصلا فلسطيني، بس احنا كفلسطينيه اردنيه يعني عايشين بالاردن ومعنا الجنسيه الاردنيه، يعني خلص صار اكلنا واحد. اكلتنا بتبقى دجاج يعني فراخ وبصل، بصل بنقطع جوانح، وفي اصل بصل برضه بنقطعه مربعات لانه بنتبل الدجاج، المفروض ان احنا نتبل الفراخ قبل بساعتين. نتبلها بقى بصل وزيت زيتون وملح وفلفل وبهار يعني. وقتها بقى بعد ما نطلعها من ساعتين من الثلاجه بنحطها بالفرن. بالفرن؟ شويه مي ونغطيها بالفويل يعني. طيب ايه؟ اجيب طبق بس احط عليه الدجاج متبل. طيب انت عبال ما تتلي في التتبيله بتاعتك وحاجتك، ثواني انا كمان هعمل الاكله بتاعتي عشان نقعد كده على رواقه. اوكي. نشوف الحاج عبد الله، بس انا هطحن بقى كل الحاجات اللي انا حطيتها في قلبه بعديها دي. يا ريت بس استاذ ايمن يوطي صوت الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. تتاخر عليك دي قوي. لا عادي. هي لازم تطحن كويس قوي قوي قبل ما نحط، قبل ما ننزلها نحط البيض. بصي دي العزيزيه، انا بصي بقى سلقت المكرونه كويس قوي، ربع كيلو مكرونه اسباجيتي، وحطيته لما برد خالص عشان هنحط معاه بيض ولبن، وبعد ما برد حطيت عليه النشا والسكر واللبن والفانيليا، والمفروض بقى ان احنا كنا نحط البيض ده، والخلاط كمان شغال. انا قاعده وبسمعك على فكره من طبال الطريقه. لانه عن جد فعلا بنروح نشتريها من عند محل حلويات وكده، انا بعرفها بس بشاور على ناس مش بعرف اسمها، يعني اول مره بعرف اسمها معك. لا دي اسمها عزيزيه. هنبتدي بقى نخلط كله تاني، ولازم ما يبقاش في اي اثر للمكرونه. ايوه ما يبقى لهاش اثر خالص. بصي تبقى كريمة خالص. هننزلها بقى هنا في حاجة كبيرة. هي اسمها يعني دي دايما يقولوا عليها في دمياط وفي اسكندرية حلاوة المكرونة. صحيح. حتى معانا هنا الكينج يا عم ناصر عبدون لما كنا في دمياط ساب الدنيا كلها وقال لك انا رايح اشتري مكرونة. يحبها قوي، يا ريته موجود. ويا رب كده. بمناسبة ان احنا جبنا سيرة عم ناصر، هو من النوبة، راجل من الناس الاصلة قوي. ندعي كلنا وانت معانا لاهل اسوان والنوبة، يا رب امين يا رب. يا رب امين امين يا رب، ربنا يسلمهم ان شاء الله مصر كلها بخير يا رب امين يا رب. الست زهرة النوبية طالبة مننا ان احنا ندعي، فاحنا بندعي من قلبنا. اللهم امين يا رب، يا رب الوطن العربي كله يا رب يا رب. ادي سمكها، المكرونه ما يبقى لهاش اثر خالص، مش مبينه ابدا فعلا خالص اهي، وتبقى كده. لازم تحطي اللبن كله وكله. الجوز هند هنحطها اهو، بتاخد كوبايه جوز هند كبيره، هي اساسها جوز الهند.
مش جوز الهند عندكم في الاردن اسمه جوز هند ولا جوز واحده ثانيه؟ لا هو جوز هند مش جوز هي هند نفسها هي هند نفسها استاذ حسين ازيك يا ست غاليه؟ اهلا وسهلا يا استاذ حسين. ازي حضرتك يا ست غاليه؟ ما احنا مبسوطين بيك قوي. النهارده بقى معانا الست راندا هتعمل لنا اكل اردني ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله يعجبنا، ودي مصر بلدها الثانيه ومصر ام الدنيا. كلميني انت. اهلا استاذ حسام. نعم اهلا اهلا بيك. اهلا بحضرتك وان شاء الله منوره مصر. الله يسعدك يا رب، انت اخواني. يا انت دايما منوره مصر والله. الله يخليك، نوركم والله نوركم. عن جد الواحد ما بحس بغربه، انا هون ما بحس بغربه ابدا ابدا، بلدي. وانت استغلي منوره الشاشه كلها استغلي والله. ربنا يخليك، ده النور النهارده نور الست رندا والشيخ عبد الله اللي نوروني. هم كلهم ناس طيبين وناس كويسين، ودول واحنا مصر دايما بتجمعنا بيهم حاجات حلوه، برضه الناس اخواتنا والسعوديه كلهم والشريف عبد الله وكل اصحاب البرنامج. ان شاء الله تسلم وتعيش. اقعد وشوف معايا الشريف عبد الله النهارده. احنا مشتاقين ليه نشوفه من زمان والله، احنا راجل كويس واحنا عايزين نشوفه. ان شاء الله هتشوفه النهارده وهتشوفه كمان يوم الخميس. نعم ده والله ده هينورنا والله مصر كلها، هو نور مصر كلها، هو بيسال على الناس كلها والله. ربنا يخليك، الله يخليك. احنا متابعيني كلنا هنا في اسكندريه بالتريليه، ومش عايز اقول لك الناس قد ايه بتحبك. ده بعدين راح ياكل كشري بقى عند احمد واسلام، حصلت له ظروف كده وما عرفش ايه، ما لقاش شويه كشري، بس ربنا جبرها برضه. كنت انت تعمل له كشري عشان خاطر الراجل جاي بس عندنا برضه. ده انا هعمل له كشري وكوارع وممبار وفشه وطحال، وبص هيروح السعوديه يقول ولا يوم من ايامك يا مصر. ما مصر والسعوديه كل الدول العربيه يا رب، ربنا يصلح حالهم كلهم ويصلح حال الدول العربيه. وحياتك يا استاذ حسام، لا اجيب له الحبق والنبق وشوشه امي وابويا في الطبق. احمد ابني صغير خالص عايز يكلم حضرتك. اديهولي. تخلع. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. سلم لي على بابا وماما، واما تكبر شويه تعالى اجيب لك من هنا بقى لعبه حلوه. لا والله حلوه الاكل الشعبي. مع الف سلامه حبيبي. كده هنحط بقى الزبيب، كده الزبيب ده كله هيطلع فوق الوش تاني، هي هتقب، هي بتقب وترجع تهبط تاني وترجع لايه؟ للسمك بتاعها اهي. هندخلها الفرن، طبعا هي بيض ولبن ومكرونه مش هتاخد وقت خالص، كبرها ربع ساعه وهتطلع معانا وتبقى زي الفرن. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. الله اهدي تهدي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا سيدي يا سيدي. ادي العزيزيه بتطلع شكلها حلو قوي، هلازم مش هنقرب لها ولا هنقطعها غير لما تبرد ان شاء الله، على اخر الحلقه تكون بردت شويه نقدر نقطعها. ايوه انا عاوزه السكينه. هي طبعا لما تبرد احسن من كده، تبقى كمان اجمل، تقدري تتحكمي فيها اكتر واكتر. انا عايزه تبقى بس اخد فيه شويه شوربه. عندي كل اللي تبقى. ايوه طبعا احط فيه شويه شوربه كده. العزيزيه ولا بتديه الا سمنه ولا زيت، هي اما بتجمد كده بتطلع لوحدها، وكل ما تبرد تخش التلاجة تطلع احسن واحسن اهي، تطلع خرط. لا النهارده ده اكل الست رندا مش كلها المحسن، محسن خلاص بقى هيتجوز وان شاء الله مراته تعمل له بقى العزيزية وكل حاجة. انت طبعا يا ست رندا قلت لي ان انت معاكي اطفال. معايا ما شاء الله.
معايا ثلاثة، لبنى وأحمد وماريا. ما شاء الله، عندهم كم سنة؟ الله يسعدك، لبنى 11 سنة وأحمد 8 سنين وماريا 3 سنين. ماريا؟ ماريا. ما شاء الله، أنت جايباهم قاعدين هنا بسم الله ما شاء الله. أول ما هنطفي النار هروح مدخلاهم على طول. أول أطفي الفرن بس. ادي العزيزيه بتطلع خرط زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى حلوه قوي. حطيها في الثلاجه كمان تطلع معاكي احلى واحلى. اهي تطلع معاكي جامده وحلوه. وريحتها زاكيه، ريحتها تشهي. العزيزيه ريحتها كتير حلوه.